أنا لست من أنبياء الفجر الكاذب، لست من مروجي الإحباط أو الفتنة، أشير إلى الأخطاء وجوانب القصور وأدعو لتصحيحها بما يدعم قدرة الدولة المصرية. أنا بأؤيد الدولة المصرية وأنتقدها في نفس الوقت، أؤيدها لأنه إذا سقطت الدولة كما حدث في أقطار حولنا لن يكون هناك معنى لا الحرية ولا الديمقراطية ولا الإعلام ولا العدالة الاجتماعية، ويصبح زي قانون الغرب. إنما تأييد الدولة لا يعني تأييد سياساتها إذا أنت اختلفت معها. أنا قلت شعبنا شعب حمول وصبور، إذا شعر إن الكل بيربط الحزام، إنما إذا شعر في ناس بتربط وناس بتفك وبيتحول العديد من ذلك إلى عناصر نمرود متمردة وتتحايل على القانون، انت يعني عايز اقول في مرحلة ازمة شديدة شديدة اساسا اقتصادية، لكن هذه الازمة لها تداعياتها السياسية، وبتسهل فرص الاختراق الخارجي ونشر الإشاعات.